السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو اليوم. كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا بأحسن الأحوال. رجعت لكم في فيديو جديد، وفي هذا الفيديو جبت لكم معي خبر عاجل. الرئيس سبون يمضي على القانون المتعلق بنظام الانتخابات. الرئيس تبون يوقع مرسوم استدعاء الهيئة الناخبة. تحديد تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية يوم 12 جوان 2021 ميلادية. وصلنا إلى نهاية الفيديو، نتمنى أن يكون نال إعجابكم وأفادكم ولو قليلا. ما تنساونيش بالإعجاب والاشتراك في القناة مع تفعيل الجرس لكي يصلكم كل جديد وتكبر لمتنا مع بعض. دمتم في رعاية الله وحفظه.